السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين. من أبو عثمان المازني وما أقوال العلماء فيه وما مؤلفاته؟ هل يعد المازني أول من وضع كتابا في الصرف؟ ما منهج المازني في كتابه التصريف وما أهميته؟ سنناقش ذلك في حلقة لسان العرب من هذا الأسبوع بعنوان المازني رائد التصريف العربي، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان المازني رائد التصريف العربي. نرحب بضيفنا دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جيرسون التركية، حياكم الله ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله وإياكم. وإياكم. ونرحب أيضا بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الدكتور رمضان أيوب، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة في لبنان، حياكم الله ومرحبا بكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ دكتور حمدي إذن بدأ بترجمة وسيرة ملخصة بالمازني، عرفنا به متفضلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أبو عثمان المازني عالم من علماء أهل البصرة، وبكر بن محمد بن عثمان اختلف في سنة ولادته، لكنهم قالوا بأن الراجح بأن سنة وفاته 249. نشأ في أسرة معدمة، فنشأ معدما أي فقيرا جدا. نعم، لكن من الله عليه بصديق غني وهو الجرمي. نعم، وكان محبا لأصدقائه ويبذل لهم الأموال، فجعل قسما من أمواله لصديقه ينفقه عليه حتى أتم تعليمه. نعم الصديق. نعم، ولذا صار صنوين معلمين من أعلام أهل البصرة. نعم. المازني علم من أعلام أهل البصرة وإمام من أئمتها، وهو عالم ثقة يعني مقبول لا يطعن فيه، والراجح أنه من أهل السنة والجماعة. وبالنسبة للمذهب الفقهي لم يكن متمذهبا على أي مذهب من المذاهب الفقهية. من ناحية المذهب النحوي فهو علم من أعلام مدرسة البصرة. نعم، يروى أن المازني وصديقه الجرمي لما توفي سيبويه وترك الكتاب، والكتاب كان عند صديقي سيبويه وتلميذه الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، فيزعم الرواة بأنهما خشيا أن ينسب الكتاب إليه الأخفش، فطلب منه أن يقرأ عليه الكتاب، وبذل له الجرمي بعضا من المال وأخذ الكتاب وأشاعاه في الناس. المازني والجرمي. المازني والجرمي. نعم. فطريق الكتاب أصلا لم يدرسه سيبويه، لأنه يعني غالبا يعني بدأ سيبويه تأليفه الكتاب قبل وفاة شيخه الفراهيدي. نعم، عندما بدأ يكتب كتابه يعني ربما وصل إلى 27-35 صحيفة أو ورقة نظام المخطوط يعني. نعم. أو لوحة. ثم توفي، لأن في البداية كان لم يقل رحمه الله، ثم بعد ذلك بدأ يقول رحمه الله تعالى، غالبا مكث في تأليفه 5 سنوات. ثم توفي كما نعرف، ولم يضع له عنوانا، وإنما كان يشير إليه في هذا الكتاب فسمه الأخفش الكتاب. ثم الأخفش درسه للمازني والجرمي، والمازني والجرمي بدأ يدرسون ويشرحون لمن بعدهم، وهكذا صارت السلسلة. نعم. أيضا دكتور رمضان نرحب بك مجددا في مرحلة مهمة من سيرة المازني، هو اتصاله بالخليفة العباسي الواثق، كانت هناك قصة في ذلك، تفضل بسردها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى المبرد، ورواية المبرد إحدى الروايات التي تقال في مثل هذا المكان، روى المبرد أن ذميا أراد أن يقرأ كتاب سيبويه على المازني، لكن المازني رفض رغم شدة حاله وضيقه وفقره، فقال له أبو العباس: جعلت فداك، لما رفضت ما عرضه عليك هذا الذمي؟ لما أبيت أن تقرئه الكتاب؟ قال: لأني لا أريد أن أمكن ذميا وفي الكتاب كذا وكذا آية من القرآن 300 وزيادة. واتفق في مثل هذا الوقت أن غنت جارية كانت تغني أبياتا للعرجي، والبيت المشهور في هذا الموضع: أظليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. هذا بحضرة الخليفة الواثق غنت الجارية؟ نعم، كان في حضرة الخليفة الواثق. فاختلف أهل الحضرة في إعراب كلمة رجلا، أهو اسم إن مؤخر نعم أم هو غير ذلك، اسم يعني هو مفعول به، وفي رواية أخرى اسم أيضا مقدم. فاختلف فالجارية تمسكت بهذه الرواية: أظليم إن مصابكم رجلا، وقالت: إن أستاذي المازني لقنني هذه الرواية. فلما سمع الواثق بهذا استدعى المازني فأحضروه إليه، فقال أراد أن يتعرفه، فسأله: ما اسمك؟ قال له: من أين أنت؟ من مازن. من أي الموازن أنت؟ من مازني كذا وكذا وكذا. فقال: أنا من مازني ربيعة. فسأله: باسمك؟ لأن ربيعة كانت تقلب الباء ميما والميم باء تعكس. باسمك يعني ما اسمك؟ نعم، باسمك يعني ما اسمك. فقال في حضرته، فطن للأمر، قال: بكر يا أمير المؤمنين. لم يقل مكر يعني؟ نعم، لأنه إذا أراد أن يقرب فيقول مكر، وهذا لا يجوز في حضرة أمير المؤمنين. ثم تعرفه، وجرت أشياء في هذا المجلس. طبعا نريد أن نتابع في البيت. البيت قال: إن مصابكم رجلا، مصابكم مصدر، والمصدر نصب رجلا، رجلا مفعول به لمصابكم الذي هو بمعنى إصابتكم. يعني يخيل لنا أن هناك يعني منصوبين: مصابكم ورجلا. فكيف؟ نعم، فالمنصوب المنصوب الأول مصابكم اسم إن، ورجلا هو مفعول به لمصابكم للمصدر الذي يعني عمل فعله فنصب المفعول به. فأعجب بهذا الجواب الواثق. جميل، قصة بدلها جميلة واستهلال طيب، ولكن نرجو الاختصار لأنه هناك أسئلة كثيرة. نعم. من الدكتور رمضان، دكتور حمدي، الآن يعني ما أبرز أقوال العلماء في المازني دكتور ومؤلفاته أيضا؟ نعم، يعني العلماء وثقوا الإمامة المازنية وشهدوا له بالتقدم في النحو وفي الأدب، وكان يشبه بالفقهاء. يعني القاضي بكار بن قتيبة يقول: ما رأيت نحويا قط يشبه أو يشبه الفقهاء إلا حبان بن هرمة والمازني، وكان في غاية الورع. يعني مهم جدا حكم العلماء على العلماء السابقين، يعني موضوع الورع، موضوع أنه ثقة، أنه ثبت، أنه كذا، لأنه هذا له دلالته في وصول العلم إلينا ونقله. نعم، نعم صحيح. النقل وهذا كان يعني مشهورا عند القدماء أكثر من المحدثين، أنهم يبحثون عن العالم الديني، العالم الثقة،
العالم المتدين، العالم الذي على خلق، والذي يبتغي أمور الدنيا أو لا يتصف بالأمور الدينية أو لا يلتزم بأمور الإسلام كان لا يؤخذ عنه علم في الأمور السابقة عند السابقين، بخلاف أحوالنا الآن التي اختلفت فيها الأمور، نسأل الله العفو والعافية. نعم، المبرد يقول: لم يكن بعد سيبويه أعلم من أبي عثمان المازني بالنحو. كلام كبير هذا، كلام المبرد. والمبرد هو من هو يحكم هذا الحكم لأستاذه بأنه بلغ الدرجة العالية في النحو. أيضا الطحاوي المصري الحنفي يقول: سمعت القاضي بكار ابن قتيبة، نفس الكلام السابق، ما رأيت نحويا قط يشبه الفقهاء إلا حبان بن هلال والمازني، يعني أبا عثمان. شهادة أخرى، شهادة أخرى. نعم، يعني نعم. والمبرد يذكر أيضا قصة ذكرها المازني، يقول: قرأت على يعقوب بن إسحاق أحد القراء العشرة، نعم، الحضرمي من القرآن، فلما ختمت رمى إلي بخاتمه وقال: خذه ليس لك مثل. يعني دليل على الدرجة العالية في القراءة. نعم، طبعا الأقوال كثيرة، هذه أبرزها. نعم، التصرف طبعا ما تلحن فيه العامة، العروض، القوافي، الديباج في جوامع كتاب سيبويه، علل النحو، تفاسير كتاب سيبويه، الألف واللام هو كتاب في النحو. هذه من الكتب. نعم، طبعا فيه كتب كثيرة. نعم، ضاعت، لم تصل إلينا. صحيح. لعل الزمن كفيل بأن توجد، ربما تكون في يعني خزانة من خزانات المخطوطات الموجودة فيه على مستوى العالم. نعم، ويحصل عليها أحد الباحثين فيحققها. نعم. طيب، قبل أن نخرج إلى فاصل ديوان العرب، دكتور رمضان، عرفنا متفضلا بتلاميذ المازني باختصار. للطبقة السادسة من النحاة. نعم. الذين الطبقة التي من رجالها الجرمي والتوزي والتزجستاني، لذلك تتلمذ عليه تلاميذ كثيرون، من أبرزهم المبرد رحمه الله، وهو محمد بن يزيد أبو العباس. أخذ الأدب عن شيوخ أهل البصرة ثم اختص بالمازني، فلزمه وظل يلازمه حتى كان في النحو في نحو البصرة آية. يعني أبرز تلامذته المبرد. نعم، المبرد لازم انقطع إلى المازني، أخذ أولا عن شيوخ أهل البصرة ثم انقطع إلى المازني، فكان التلميذ الذي اختص بالمازني كما اختص ابن جني بالفارسي. وأيضا أبو جعفر الطبري، أبو جعفر الطبري كان غلاما للمازني، نشأ وترعرع منذ صغره عند المازني، وكان المازني أستاذه، يسأله أحيانا فيجيبه بإسهاب. كان تلميذا بارعا فطنا ذكيا. والثالث أبو الفضل الرياشي، العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي، قرأ على المازني الكتاب، وكان عالما بالرواية واللغة والشعر، وكان ورعا تقيا، وكان يصوم ولا يبلع ريقه، توفي سنة 257 للهجرة. نعم. قتله الزنج في الثورة المشهورة، ثورة الزنج. نعم. ومحمد بن أبي زرعة الباهلي النحوي المعروف بأبي يعلى. نعم. أحد أصحاب المازني، وكان يقال كان أحذق من المبرد. هذا ما يقوله أبو علي الفارسي عنه. نعم. لكنه مات وهو صغير، يقول: وإنما قل عنه الأخذ، لأنه عوجل به، لأنه توفي صغيرا. نعم. يموت ابن المزرع، وهو ابن أخت الجاحظ. نعم. المزرع بفتح الراء والمحدثون يكسرونه. نعم. واسمه محمد. طيب. وغلب عليه يموت، أخذ النحو من أبي عثمان والسجستاني. نكتفي بهذا القدر إن سمحت. نعم. لنا دكتور، وسنعود إليك وإلى دكتور حمدي ومشاهدينا الكرام، لنتوقف الآن. إذن مشاهدينا الكرام، مع فقرة ديوان العرب ستكون هذا الأسبوع مع محمد الجواهري، شاعر العرب الأكبر.
محمد الجواهري شاعر العرب الأكبر، من أجمل القصائد التي قالها الشاعر في الحنين للوطن والاشتياق له قصيدته الشهيرة يا دجلة الخير، التي نظمها في عام 62 و900 وألف، وذاع صيتها في الآفاق، وفيها قال: حييت سفحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين. حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لو ذا الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين. إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني. وأنت يا قاربا تلوي الرياح به لي النسائم أطراف الأفانين. وددت ذاك الشراع الرخص لو كفني يحاك منه غداة البين يطويني. يا أم بغداد من ظرف ومن غنج مشت بغدد حتى في الدهاقين. يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين. يا دجلة الخير إن الشعر هدهدة للسمع ما بين ترخيم وتنوين. يا دجلة الخير كان الشعر مذ رسمت كف الطبيعة لوحا سفر تكوين. يا دجلة الخير خل الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين. وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير خليني وما قسمت لي المقادير من لدغ الثعابين. يا دجلة الخير هل أبصرت بارقة ألقت بلمح على شطيك مظنوني؟ ويا نسائم إصباح تصفق لي ندى الغصون بليلات وتسقيني. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: المازني رائد التصريف العربي. دكتور حمدي، وصلنا إلى أبرز المناظرات للمازني، يعني اذكر لنا متفضلا أبرز مناظرته. يعني المازني كان متميزا بأنه متكلم، وإذا ما ناظر أحدا بزه، وكان متمكنا في النحو والصرف. من مناظراته أنه يعني جمعه مجلس مع ابن السكيت، وابن السكيت عالم لغوي لكنه أقل من المازني في النحو، فطلب منه أن يسأله سؤالا، ففكر وسأله سؤالا، على أن يسأله سؤالا سهلا، لأنه أن يسأله يعني سؤال ليس فيه صعوبة لكي لا يحرجه، يعني حتى لا يحرجه نعم في المجلس. نعم. فقال: ما تقول في قول الله عز وجل: فأرسل معنا أخانا نكتل، في سورة يوسف. في سورة يوسف. ما وزن نكتل من الفعل ولما جزمه؟ نعم. فقال: نكتل على وزن نفتل وجزم لأنه جواب الأمر. فأرسل الأمر. نكتل. نعم نكتل. صحيح. طبعا الشرح هذا سأله بعد ذلك ما الفعل الماضي منه فلم يستطع الإجابة. نعم. ويعني قال له: لما لقد أخجلتني؟ قال: والله فكرت وتدبرت فلم أجد أيسر من هذا السؤال في كتاب الله عز وجل. وكان يكيل اكتال. نعم. اكتال هنا بس اكتال الأصل اكتال. فنكتل أصله نكتال، وأصل نكتال نكتيل نفتعل. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت نكتال، وعند الجزم نكتل
حذفت عين الكلمة لالتقاء الساكنين كما يقول أهل الصرف. صحيح. أهل علم اللغة يقولون الحركة الطويلة صارت حركة قصيرة. يعني بدل من فتحتين صارت فتحة واحدة. نكتل. نعم. فهذه المناظرة التي كانت بينه وبين ابن سكيت. وله مناظرات كثيرة لكن الوقت لا يكفي لهذا. نكتل يعني وزنها الصرفي. نفتل وزنها الصرفي نفتل لأن عين الكلمة حذفت. أصله نكتايل نفتاعيل فتحركت الياء وانفتح مقلب صارت نكتال أيضا على وزن يعني نفتاعيل لأن الوزن يكون على الأصل. نفتل الفاء واللام موجودة في أصل. نعم فنكتل الكاف واللام هي الكاف فاء الكلمة واللام لام الكلمة. النون زائدة نون المضارعة التاء زائدة تاء افتعل. عين الكلمة اللي هي الياء التي قلبت ألفا غير موجودة حذفت. فعند الوزن نزن الموجود ونحذف أول من الميزان ما حذف من الموزون. نعم. جميل. إذن أيضا دكتور رمضان نصل الآن إلى سؤال مهم، يعني من أول من وضع علم النحو وبالتالي من أول من وضع علم الصرف؟ من المعروف أن علم الصرف كان مندرجا في علم النحو. والدليل على ذلك أن الكتاب لسيبويه جاء بالنحو أولا ثم كان فيه الصرف. ومما يذكره هنا النحويون أن أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي في قصة معروفة مشهورة مع ابنته. وأول من وضع الصرف معاذ بن مسلم الهراء. هنا ممكن أن نقتبس سريعا يقول الشيخ خالد الأزهري وقد تضافرت الروايات على أن أول من وضع النحو أبو الأسود وأنه أخذه أولا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان أبو الأسود كوفي الدار بصري المنشأ ومات وقد أسن. واتفقوا على أن أول من وضع التصريف معاذ بن مسلم الهراء بفتح الهاء وتشديد الراء نسبة إلى بيع الثياب الهروية. إذن أول من كتب في الصرف الهراء. ولكن نعم. هل وصل شيء لنا من كتبه؟ لا لم يصل شيء من كتبه. وكان تخرج هذا أبو معاذ بن مسلم الهراء على أبي الأسود وكان أدب عبد الملك ابن مروان. على كل حال سواء كان الواضع الحقيقي للصرف معاذ بن مسلم أو غيره فإن أول كتاب وضع في الصرف هو كتاب التصريف للمازني. وكتاب التصريف للمازني لم يصل إلينا مستقلا وإنما ضمه كتاب المنصف لابن جني رحمهم الله. لعل قادمات الأيام تكشف لنا عن هذا الكتاب المستقل. وأنتم دكتور قد درستم هذا الكتاب وحققتمه في نعم الدكتورة. نعم حققته وحقق في مصر قبلي بثلاثة أجزاء. أما عندي فكان ثلاثة أجزاء ودراسة عنه سبقت الأجزاء الثلاثة. نعم. ونرجو من الله أن تكشف لنا الأيام القادمة إن شاء الله عن التصريف مستقلا للمازني حتى نراه بإذن الله تعالى. كتاب قيم بالتأكيد. نعم. إذن سأعود إليك مرة أخرى دكتور. الآن دكتور حمدي ماذا ضمن المازني كتابه؟ يعني التصريف لم يكن خالصا للصرف وحده كمؤلفات السابقين كالكتاب لسيبويه الذي لم يكن فيه النحو فقط وإنما كان فيه النحو والصرف واللغة وفقه اللغة والبلاغة. كان يعني لضبط اللسان العربي عامة. كذلك مع أن التصريف في الصرف لكنه يعني ضمنه آراء العلماء في اللغة ومفرداتها وتصريفها ك يعني أقوال وما جمعه الأصمعي أو ما أخذه عن الأصمعي وأبي زيد والخليل وسيبويه وغير هؤلاء. أيضا ضمنه قواعد الصرف وأصوله وعلله وسن منهج القياس فيه. نعم أهل البصرة عامة يتميزون بهذا. نعم يعني ابن جني يقول قد أفدنا من قوله هذا أنه لم يأتي في كلامهم شيء على وزن فعوعالا من المعتل لأنه قد قال في أول الباب إنه لم يجئ مثاله إلا من الصحيح فهذه فائدة. موضوع القياس. نعم. نعم.
وفي كلام كثير ذكره ابن جني. أيضا في الكتاب موجود مذاهب العرب في لغاتهم ولهجاتهم فصيحها وشاذها وغريبها، لغة العرب مع لغات العرب، لغات القبائل أو اللهجات يعني. نعم، لغات العرب، اللغات جمع لغة والمقصود بها اللهجة. نحن نقول لهجات، لهجة كانت نعم. تسمى لغات، لغة تميم وطي، لغة تميم، لغة طي، لغة الحجاز، لغة قريش، لغة سليم، لغة كذا، يعني هذه نقول عنها لهجة في كتب المتقدمين يسمونها لغة. هناك اختلاف بين البصريين والكوفيين في الأخذ من اللغات. نعم، عن يعني معروف الأماكن التي حددها البصريون والتزموا بها بخلاف الكوفيين أو يعني وسعوا الكوفيين. الكوفيون توسعوا نعم، أخذوا عن عمن لم يأخذ عنه البصريون. نعم نعم. هناك أيضا آراء خاصة أيضا. نعم، آراء خاصة، آراء خاصة ضمنه آراءه الخاصة في شتى المسائل. نعم نعم، ما شاء الله. إذن دكتور رمضان، ما منهج المازني في كتابه التصريف؟ اتخذ المازني في كتابه منهج سيبويه وحذا حذوه، بيد أنه لم يجعل موضوعات متداخلة كما فعل سيبويه. من المعروف أن كتاب سيبويه وضع على أساس خاص، فكان يذكر الباب الذي يعقده من أجل موضوع معين، فيقول مثلا باب ما جاء من الأسماء، وباب ما وحذ المازني حذو سيبويه في هذا، فجعل أول باب عنوانا أشبه بعناوين الكتاب. وقد لاحظت خلال دراستي أنه يأخذ العناوين نفسها لا يغير فيها شيئا. من مثل ذلك باب ما تجعله زائدا من حروف الزيادة، وباب ما قيس من الصحيح على ما جاء من الصحيح من كلام العرب، وباب الياء والواو اللتين هما فاءات، وباب ما جاء من الأسماء ليس في أوله زيادة من الواو والياء اللتين هما عينان له مثال، عينان له مثال في الفعل الذي في أوله زيادة. نعم. وكان يستفيض أحيانا في الشرح والإيضاح. نعم. إذا وجد أن الموضوع يستحق ذلك، لكن إذا شعر أنه قد أطال ينبه على ذلك، فيقول مثلا فلا تستنكر هذا التفسير وتطويله، فإن هذا الباب يدور على هذا فاعلم ذاك. نعم. ويذكر أحيانا المازني خلال السرد المثال فيقيس عليه ويقعد، أو يذكر المثال ويترك للقارئ وضع القاعدة. نعم. وابن جني لاحظ هذا خلال شرحه، فقال بعد قول المازني مثلا هذا باب تقلب فيه الياء واوا ليفرق بين الاسم والصفة. نعم. وذلك فعل إذا كانت اسما أبدل من الياء واوا، وذلك نحو الشروى والتقوى والفتوى والرعوى والعدوى. هذا مثال للقياس، كلها هذه الواوات أصلها ياءات. نعم، مثال على والصفة تترك على حالها، الصفة طيب. ثقيلة. والصفة تترك على حالها نحو خزيا وصديا وريا. طيب. قال أبو الفتح معقبا يريد أنهم يبدلون الواو من الياء إذا كانت لاما. طيب. ولم يذكر ذلك أي المازني، لأنه مثل بعد فعلم ما الغرض. نعم دكتور رمضان، سأعود إليك أيضا في سؤال أخير بدقيقة إذا سمحت دكتور حمدي. هل من مآخذ على منهج المازني كما تفضل دكتور رمضان بسرده؟ نعم. يعني من المآخذ التي أخذت على منهج المازني أنه لا يفي بالشرح في بعض الأحيان، فتكون عبارته مقتضبة تحتاج إلى تبسيط وتحتاج إلى الأساتذة الذين يشرحون هذا. وهذا يعني يقول ابن جني في هذا، وإذا كانت الواو المازني يقول في المثال على هذا، وإذا كانت الواو فاء وكان الفعل على فعل يفعل جاء على أصله، وذلك قولهم وضؤ يوضوء ووطؤ يوطوء، فهذا يجري مجرى ظرف يظرف، فأجري هذا على ما ذكرت لك إن شاء الله.
ولم يوضح. لم يوضح يعني الموضح لماذا لم تحذف الواو، وإنما الواو وقعت بين ياء وضمة، فهو مثلها بقوله وذلك وضوء يوضوء، أي مثل هذه أو مثل شرف، مثل شرف يشرف، لا تحذف الواو. ولذا ابن جني يقول وذكر أنه سأل أبا علي الفارسي عن هذه المسألة، يعني وقت القراءة عليه، عن عدم حذف الواو إذا وقعت بين ياء وضمة، ثم يذكر بعد شرح أبي علي له يقول وقد لوح أبو عثمان إلى هذا المعنى بقوله فهذا يجري مجرى ظرف يظرف، يعني لا تحذف وابه، نعم، أي لا يختلف كما لا يختلف ظرف يظرف وشرف يشرف، ولكنه لم يلخصه تلخيص أبي علي. ولمثل هذه المواضع يحتاج مع الكتب إلى الأستاذين. ده كلام ابن جني. نعم، لازم الأساتذة الذين يشرحون ويوضحون، وهو الذي شرح التصريف. نعم، اللي شرح. نعم. قد يذكر القراءة دون إسنادها إلى قارئ، يعني كما يذكر الرواية في اللغة دون إسناد، مثل قوله وقد قرأ بعض الناس ويحيى من حي عن بينة وحي عن بينة، دون أن يذكر هذه القراءة ولا هذه القراءة لمن. وقوله سمعنا من العرب من يقول، دون إسناد. نكتفي دكتور إذا سمحتم بهذا القدر. دكتور رمضان، نريد في دقيقة واحدة أن تذكر لنا موقفا، مثلا مثالا واحدا للمازني من القراءات القرآنية. نعم، موقفه المازني علم من أعلام البصرة الذين يتشددون في الأخذ بالقياس، حتى إنه يرد ما لا يطرد من كلام العرب. نعم. مثال على حتى إنه إنه مع نحاة البصرة يرد بعض القراءات القرآنية. من مثال ذلك قراءة معايش في آية الأعراف ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فالقراءة المتواترة معايشة، هو رد قراءة معايشة، يقول فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة معايشة بالهمزة قراءة نافع فهي خطأ. يتجرأ هنا، يعني غريب مع الأسف، يتجرأ فيخطئ القراءة فلا يلتف. إذن وأما قراءة من قرأ من أهل المدينة معايش بالهمز فهي خطأ فلا يلتفت إليها، وإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم ولم يكن يدري ما العربية وله أحرف يقرأها لحنا نحوا من هذا. أيضا يخطئ العرب في كلامهم. ومن أمثلة ذلك قالت العرب مصائب، فهامزوا وهو غلط، مثل معايش، يعني معايش مصائب. نعم، معايش يخطئها. لكن بعضهم يعتذر للمازني فيقول لا يخطئ القراءة وإنما يخطئ القارئ. القارئ. والقارئ هنا مصعب بن خارجة، ومصعب بن خارجة له شذوذ كثير، أخذ عن أبي عمرو، وكذلك أخذ عن أبي نعيم. نافع بن أبي نعيم. نعم. وأبو الفتح يقول اختلفت الرواية عن نافع، فأكثر أصحابه يروي عنه معايش. نعم، هكذا بلا همز، والذي روى عنه بالهمز خارجة بن مصعب. نعم دكتور، وضحت الصورة أيضا في ختام فقرة موضوع حلقتنا. نشكر ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الدكتور رمضان أيوب، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة في لبنان، حياكم الله. شكرا جزيلا لكم دكتور. حياكم الله تعالى. أما الآن مشاهدينا الكرام، فنبقى مع فقرة من الذاكرة بعنوان أحوال كيف. ما يكون هؤلاء السادة؟ سيدي، أنا من أنصار سيبوي. تشرفنا. وأنا من أنصار مدرسة الكوفة. يا الشرف. وأنا من جماعة مدرسة البصرة. يا الشرف. كيف ظرف للزمان مبني على الفتح دائما ويستعمل للشرط؟ هذه الحقيقة قطعة. أبدا يا سيد، كيف أداة للاستفهام مجردة عن معنى الظرفية، بل هي اسم شرط غير جازم. ونحن نرى أن كيف اسم شرط قوي إلى حد أنه يجزم فعلين. يا للكارثة، يا للمصيبة. نعم، كيف تسر أسر، كيفما تكن أكن، جزمت كيف فعلين اثنين، فكيف تريد أن تضعها هنا في بيتك بين ظروف الزمان؟ يا لها من معركة، هكذا الحال دائما؟
في سبيل المعرفة الصحيحة يا أستاذ، لسيبويه رأي، للبصريين رأي آخر، وللكوفيين رأي، وكلها اجتهادات في سبيل المعرفة والخبر. حسنا، والرأي النهائي؟ الرأي النهائي أن كيف كلمة للسؤال. كيف أنت؟ وقد تكون كيف اسم شرط غير جازم، وقد تكون اسم شرط جازم لفعلين اثنين، مثل كيف تسر أسر، كيفما تكن أكن. وكلها اجتهادات مصيبة. كلها اجتهادات موفقة. يا لثراء اللغة العربية ومرونة قواعدها. إذن ما دمنا قد تفاهمنا، فاسمحوا لي أن أعود إلى مدرسة سيدي سيبوي. بحفظ الله يا آنسة، بحفظ الله. وأنا أرجع إلى البصرة. لا تنسى أن ترسل لي قفة تمر. إن شاء الله. وهذه الرمانة من الكوفة. لا ألذ ولا أشهن الرمان الكوفة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني. عنوان هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة آل عمران الجزء الثالث، نبدأ بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ من قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا في سورة آل عمران. وأيضا في سورة المائدة: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. في هذه الآية دكتور أكثر من سؤال، نبدأ بالسؤال الأول: لماذا هنا ذكر الضمير في سورة آل عمران في قوله فأنفخ فيه وهنا ذكر، أما في سورة المائدة فقد أنثه رب العالمين بقوله فتنفخ فيها؟ للنحاة توجيهات كثيرة، نأخذ يعني أوضح هذه التوجيهات في الآيتين. في آل عمران يراد به فأنفخ في مثل هيئة الطير، يعني فيه الضمير يعود على الكاف التي هي بمعنى مثل، لذلك ذكر هنا. ولذلك ذكر نعم وهو مذكر. التأنيث في المائدة يراد به هيئة كهيئة الطير أو صورا كهيئة الطير أو أشكالا كهيئة الطير، فلذا أنث. كلها تأويلات للدلالة على التأنيث. على التأنيث نعم. في السؤال الثاني دكتور، في الآيات التي تلوناها قبل قليل، لماذا اختصت هنا آية آل عمران أيضا بالتذكير عموما وآية المائدة بالتأنيث يعني؟ يعني في توجيهات كثيرة للعلماء، نأخذ التوجيه الواضح. يقولون آية آل عمران من كلام المسيح عليه السلام في ابتداء تحديه بالمعجزة المذكورة، ولم تكن صورة فحسن التذكير والإفراد. الصورة لم تكن موجودة. نعم. أما في آية المائدة من كلام الله تعالى يوم القيامة معددا نعمه عليه، طبعا كان فيه أكثر من صورة سابقة، فلذا تم التأنيث. نعم. هكذا.
في السؤال الثالث دكتور، ما وجه التكرار في قوله تعالى بإذنه في آية المائدة مضافا إلى ضميره سبحانه وتعالى في أربعة مواضع هنا، بينما جاء في آية آل عمران بإذن الله في موضعين خاصة ومضافا أيضا إلى اسمه سبحانه وتعالى؟ في آل عمران إخبار من عيسى عليه السلام فناسبه الإيجاز، أما في المائدة في مقام التذكير بالنعم والامتنان وهو من الله سبحانه وتعالى فنسبه الإطمئنان. سبحان الله. الإيجاز والإطمئنان هنا. نعم. أيضا في قوله تعالى قبل أن نخرج إلى الفاصل مشاهدين الكرام، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم في آل عمران، وفي سورة مريم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وقال تعالى في الزخرف إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هنا دكتور ما وجه زيادة الضمير هو في آية الزخرف عن آيتي آل عمران ومريم؟ هو الضمير في آية الزخرف للتوكيد، ضمير الفصل للتوكيد. التوكيد. لكن لماذا جاء التوكيد في الزخرف ولم يأتي في آل عمران ولا في مريم؟ صحيح. تمام. العلماء لهم توجيه جميل جدا. يقولون تقدم آية آل عمران 10 آيات نزلت في قصة مريم وعيسى عليهما السلام. فاستغنت عن التوكيد. سبحان الله. بما تقدم من الآيات. وكذلك في سورة مريم وقع بعد 20 آية من قصتها ما أغنى عن التوكيد، أما الزخرف فليس فيه ناسبه التوكيد. فناسبه التوكيد. سبحان الله. نعم. جميل. معجز. جميل معجز. نعم. من المشاهدين الكرام سنواصل البيان القرآني، ولكن فلنتوقف الآن مع استراحة قصيرة في فقرة صحيح القول، عنوانها هذا الأسبوع إثبات ما حقه الحذف في الجزء الثالث. إثبات نون المثنى ونون جمع المذكر السالم عند الإضافة. يجب حذف نون المثنى ونون جمع المذكر السالم عند الإضافة، ويحصل الخطأ عند إثباتهما نحو قولهم بحاجة إلى مندوبين مبيعات، وصحيح القول مندوبي بحذف النون عند الإضافة، ومثل قولهم نفتقر إلى مدرسين تربية خاصة، وصحيح القول مدرسي بحذف النون عند الإضافة، ومثل ذلك قولهم أكثر من 2 مليون نازح ومهجر، وصحيح القول 2 مليوني بحذف النون عند الإضافة. إثبات نون الأفعال 5 في حالتي النصب والجزم. ترفع الأفعال 5 بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، ويتضح خطأ إثباتها في نحو قولهم حتى لا يكونان، وصحيح القول حتى لا يكونا بحذف النون عند النصب. ما زالوا في المدينة ولم يتركونها، وصحيح القول لم يتركوها بحذف النون عند الجزم. لم تجريان أي تعديل، وصحيح القول لم تجريا بحذف النون عند الجزم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وما زلنا في فقرة البيان القرآني. نذكر بموضوعنا هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة آل عمران الجزء الثالث. وصلنا إلى قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هذا في آل عمران. وقال أيضا سبحانه مثله في النحل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال جل وعلا في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وجاء فيها أيضا كذلك ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. هنا دكتور لماذا جاءت التعبير بالحكم في سورتي
آل عمران والنحل، بينما التعبير في التنبئة في آيتي لقمان، فننبئهم بما نعم. السياق له دوره في الإتيان بهذه الألفاظ. في آل عمران والنحل سبق بالاختلاف، والاختلاف يأتي بعده حكم. أما في آيتي لقمان فلم يسبق باختلاف، فلذا أتت عامة. الإنباء أو الإخبار يكون عاما يوم القيامة. نعم. فالسياق له دوره في اختيار اللفظة المناسبة لسياق الآية. نعم. وفي قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا في سورة آل عمران. وقال جل وعلا في سورة التوبة: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. لماذا هنا جاء التعبير دكتور في آية آل عمران بالإيمان وفي آية التوبة بالإسلام؟ طبعا المفسرون يذكرون أن آية آل عمران نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري، وكان مسلما فارتد بعد إسلامه ولحق بالكفار، ثم ندم فأرسل إلى قومه ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من توبة، فقال نعم، فأسلم وحسن إسلامه، ولم يكن عرف عنه ولا عن قومه نفاق، فلذا جاء الإيمان. نعم. أما آية التوبة فنزلت في الجلاس، يعني في غزوة تبوك، الجلاس بن سويد بن الصامت في غزوة تبوك، الذي قال: إن كان ما يقول محمد حقا فلنحن شر من الحمير. منافق، كلام كبير. نعم. منافق، هذا منافق. والنفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. فجاء الإسلام، الإسلام يناسب الذي كان منافقا ولا يناسب الذي كان مسلما حقا. نعم. المنافق لأنه يظهر بخلاف ما يبطن، لم يكن مؤمنا حقيقة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. في آخر دقيقة دكتور نأخذ قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون، هذا في سورة آل عمران. وقال تعالى في سورة الأعراف: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. هنا دكتور ما وجه زيادة به والواو أيضا في سورة الأعراف؟ نعم. يعني به وتبغونها. نعم. في آل عمران من آمن وليست فيه به لتناسب ما قبلها من الآيات: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقياسها من كفر به. فلما حذفت به في الآية فلم تأتي به مناسبة. أما موضوع الواو حذفت لأن الجملة حال. نعم. وتبغونها عوجا، من آمن تبغونها عوجا، حال. والحال لا تحتاج إلى واو. هذه الواو حالية للجملة. نعم. تبغونها لا توجد واو. لا توجد واو. أما الواو في وتبغونها في الأعراف لأنها معطوفة على توعدون، وتوعدون هي الحال. هي الحال. نعم. فنعطف جملة على جملة. نعم. إذن في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نشكر ضيفنا الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة غرسون التركية، حياكم الله بارك بكم دكتور. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وياكم. ومسك الختام سيكون مشاهدينا مع فقرة سيرة عالم، اخترنا لكم هذا الأسبوع المازني رائد التصريف العربي. إلى اللقاء. المازني رائد التصريف العربي هو بكر بن محمد أبو عثمان المازني البصري من بني شيبان، كان ورعا زاهدا ثقة مأمونة، هو من أشهر علماء عصره، ويعد شيخ الطبقة السادسة من المدرسة البصرية في النحو. تأثر المازني بسيبويه، وكان الكتاب هو الأساس الذي يبني عليه المازني مذهبه في النحو، إلا أن له آراء خالف فيها سيبويه،
وناظر الأخفش في أشياء كثيرة فغلبه بالحجة، وامتلك المازني براعة في التصريف فضلاً عن تعمقه في النحو، وهو أول من ألف كتاباً مستقلاً يختص بعلم الصرف. أخذ المازني عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري وغيرهم، وأخذ عنه الفضل بن محمد اليزيدي وأبو العباس المبرد، وبه انتفع وله عنه روايات كثيرة. أبرز كتبه التصريف، هو أشهر ما كتب، وتبرز أهميته التاريخية بكونه أول كتاب يؤسس لعلم الصرف مستقلاً عن النحو، وشرحه ابن جني في كتابه الشهير المنصف على تصريف المازني. ومن كتبه أيضاً الألف واللام، وهو كتاب في النحو، علل النحو، العروض، القوافي، الديباج في جوامع كتاب سيبويه، تفاسير كتاب سيبويه. قال ابن الفراء المصري: توفي المازني سنة 49 و200 بالبصرة، في حين قال أحمد بن واضح الكاتب: توفي المازني سنة 36 و200 من الهجرة.